دعاة الفوضى لم يتخلوا أبدا عن خطتهم القديمة لزعزعة استقرارية البلاد. في كل مرحلة من مسيرتي الجزائرية الكبرى يقومون بتحضير وصفة لسيناريو فوضى عارمة منذ عهدي الرئيس الراحل بومدين. وفي عهدي الرئيس تبون استخدم دعاة الفوضى بصفتهم شيطانا يزرع الكراهية والعنف دائما أبشع على أساليب لزعزعة الاستقرار. دعاة الفوضى هؤلاء يتم التلاعب بهم من قبل الوكالات الأجنبية، لكن عدم امتلاكهم لأي امتداد شعبي يجهض أهدافهم القذرة. هذه الأساليب التي تدعو إلى الانزلاق وإلى الإنكار والأكاذيب والفوضى ليست جديدة للأسف في الجزائر. منذ الحراكية المباركة الذي أدى إلى انتخاب الرئيس تبون عبر شياطين الفتنة، هؤلاء الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء مستخدمين جميع أنواع الأخبار الكاذبة والظلم عبر بثهم المباشر اليومي وتبادل الأدوار المتزامنة تماما من خلال يد غير مرئية تحركهم بخيوط على طريقة مسرح دوما الجاراغوز، يسعون إلى خلق جو من الاضطراب على أمل الوصول إلى الدولة وأسسها. خططهم التي فشلت دائما ستفشل مرة أخرى في الجزائرية الجديدة الصاعدة. لا يمكنهم الاستمرار في تشويه صورة الجزائر مع الإفلات من العقاب. محركو الدمى هؤلاء جربوا كل شيء منذ الاستقلال، وهم الذين يشغلون اليوم دعاة الفوضى والغاضبون على شبكة الانترنت. هم أحفاد أولئك الذين نقلوا دائما فكرة أنه لم يحدث شيء منذ عام 1962 في مسعى منهم إلى تأجيج الحنين للجزائر الفرنسية. شياطين الفتنة هؤلاء الذين تزداد ضراوتهم مع كل صيف، والذين لم تكن لهم مصداقية إلا مع أسيادهم، فقدوا كل شيء في مواجهة التقدم الكبير الذي تشهده الجزائر الجديدة. إن الشعب الجزائري الذي قرر تغيير واقعه يختلف عن دعاة الفوضى هؤلاء. إنهم لا يستطيعون المطالبة بمقعد على رقعة الشطرنج السياسية وبتطرف له فروع عدة، فإنهم يتصرفون كمتحدثين باسم أعداء الجزائر الأبديين. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.